معكم كل فقرات لحظة الطبق من بوعرفة ويداد ونقول صباح الخير. صباح الخير لالا، تحية لك والطاقم التقني والمستمعين الكرام. وإلا سمحتي للأخت جيهان عافاك، بغيت نقدم بهذه المناسبة بغيت نقدم التعازي الحارة ديالي لعائلة الضحايا اللي وقعت بحادثة السير طنطان، وكنتمنى للجرحى الشفاء العاجل ان شاء الله. كلنا معك وداد، كلنا معك في هذا النداء هذا وفي هذا التعازي هذا، لانه كارثه وقضاء وقدر وقعت وطاحت علينا. ان لله وانا اليه راجعون. اللهم ارجعنا الفردوس الاعلى ان شاء الله. ان شاء الله. وانت يا لاله وداد، شكرا بزاف حيت تفكرتوني هذا الصباح واتصلتوا بيا، وعندي لكم غراتان بالشعريه صفا. غراتان شعريه صفا. واخا هذا كنتمنينا الاعجاب ديالك اختي ديالنا المستمعين الكرام. ان شاء الله اللي عطيتيه من يدك اختي وداد سمن وعسل. بارك الله فيك. كل شيء هنايا مقبول، وحداكتكم كيما كانت مقبول، حنا كنشاركوا كل شيء هنا لاله وداد. بارك الله فيك اختي جيهان. في المقاده شنو ناخذوا في هذا الكراتا؟ رابعه ديال الشعريه صفه. رابعه شعريه صفه وشويه ديال الملح. ملح. وغادي نحتاجو في لاصوص ثلاثة الحبات ديال مطيشة متوسطين. ثلاثة الحبات مطيشة متوسطة وشوية الزعتر. الزعتر تقريبا جهد راس معلقة صغيرة. راس معلقة صغيرة. وشوية الملحة. الملح. الزعفران. الزعفران اللي كنقولو الزعفران الخرقوم البلدي. واه الا كان هذاك حسن. الخرقوم البلدي هو اللي كنستعملو ويبقى ونبقاو نستعملوه دائما، لان عنده اهميه كبيره وحسن من الملون. اييه متفقه معك الاخت جيهان. الخرقوم البلدي. اييه اييه. وشويه الابزار. الابزار. وضمات البنه ضروريه هذه. الا عرفتك راه ما عندكش معاها، ولكن الا كان ممكن نستغناو عليها. لا ويدان صافي نخليها لك. اييه بارك الله فيك. وصدر الدجاج. صدر. يعني هاد ضمه البنه تكون احسن خدمنا باللحم الاحمر تكون ديال اللحم، الا خدمنا بالدجاج تكون دجاج. اعطيني اعطيه ليا بالدجاج هاد هاد صدر الدجاج. أيه. صدر ديال الدجاج. أيه. والبصله، البصله تكون متوسطه شويه. وحده؟ غير وحده. وحده بصله متوسطه. البيضه؟ بحال بحال ماشي مشكل، كانت البيضه كانت الحمراء ماشي مشكل. واخا. اييه. غادي ندوزو للطريقه. غادي نكونو وجدنا البرمه كتفور. شحال كديري لها التفويره العاديه ديال الشعريه ديال الصفه؟ دوك جوج تفويرات الاولين عاديين، ومن بعد كنحلوها في القصرين وكنديرو لها شويه ديال الزيت البلديه، وكنقلبوها في وسط داك الماء اللي فورات فيه في وسط البرمه. اذا في الثالثه قلتي كتزيدي الزيت البلديه. اييه. واللي بغى الزبده يدير الزبده. واخا نديرو الزبده. معلقه صغيره ديال الزبده. ملي كتفور دوك جوج تفويرات الاولين، التفويره الثالثه كنحلوها في القصرين مزيان. ونكونوا تكون عندنا فرشيطه كبيره ديال العود، بنبقاو نهزو ديك الشعريه ونلوحو في البرمه ونحركو. اذا كتلوحيها في البرمه. ذاك الماء اللي فورات فيه. في الماء اللي فورات فيه. اييه. من بعد ما كطيب كنحركوها مزيان حتى كطيب، ما نخليوهاش تعجن بزاف. اذا كتخليها فوق البوطه في الماء ديالها كتخليها. كنقصو لها البوطه. واه كنقصو لها البوطه ونخليوها تطيب فوق البوطه. حتى كطيب كنقلبوها في الكسكاس تقطر مزيان. نقلبوها في الكسكاس. اييه. من بعد ما كتسقطر كنكونو حنا كنوجدو في لاصوص. ها لاصوص حنا مشينا للصلصه. اييه. اييه كنحكو مطيشه كنزيدو عليها شويه الزعتر والملحه والزعفران الخرقوم البلدي كما قلت لها الاخت جيهان. اييه كاع هادشي كلو اللي عطيتينا. ولي بزار. اييه. أيه. وضمت البنه دجاج ديال وداد وبصله متوسطه بيضاء غد تاهي غنديرو لها. هادي لو سمحتي الاخت جيهان بوحدها مع صدر الدجاج غادي نقطعوه رقيق بزاف. وغادي نشحروه مع البصله في شويه الزيت الا كانت بلديه باش كتكون فيها هذيك البنه والملحه. اذا في الصلصه كما قلتي نحكو مطيشه ونزيدو عليها هاد التوابل اللي عطيتينا ديالها. ومن بعد اختي وداد. اييه. غادي نخليوها حتى تنشف ديك الصلصه. غادي ملي طيب غادي نوجدو عاود البصله مشلضه مع صدر الدجاج مقطع رقيق. البصله مشلضه مع الدجاج. اييه. بوحدهم مقطع داك الصدر مزيان رقيق. مقطع. كيتشحرو حتى كيطيب.
غادي نشدو داك لاصوص اللي وجدنا غادي نخلطوه نكونو قلبنا عاود الشعريه من بعد ما تسقطرات نقلبوها في القصري اي في القصري نزيدو عليها داك لاصوص الطماطيشه وغادي نحركوها مزيان. اذا في قصريه غنوضعو الشعريه زائد لاصوص ياك زائد زائد الدجاج اللي مشحر ياك اييه مع البصله غادي نخلطوه مزيان اللي مشحر يتخلط كل شيء مزيان ياك اييه اختي جيان غادي نوجدوا طاوه هنا الا كانت مدوره ولا مربعه على حسب اختيار المستمعين طاوه الفرن اييه غادي ندهنوها بشويه الزيت ولا الزبده ندهنوها بالزيت او الزبده اييه هذيك الكميه ديال الشعريه غادي نقسموها على جوج الشعريه غادي نقسم على اثنين اييه غادي نديرو الطفريشه الاولى غير الا سمحتي لي داك البصله مشلطه غادي نكونو حيدنا منها واحد شويه ما غاديش نخلطوها كامله حيت فاش غادي نفرشو داك النص ديال الشعريه غادي نزيدو داك الشيء اللي بقى لنا من اللحم مع البصله اذا اللي غادي نخلطو في الاول هي الصلصه والشعريه صافي بوحدها لا لا معاها الاخت جيهان صدر الدجاج غادي نحيدو غير واحد شوي اللي غادي نديرو بين الشعريه وتبقى الثانيه وتبقى الفوقانيه واخا اييه اييه غادي نزيدو الطبقه الاولى غادي نديروها ونديرو عليها البصله مع اللحم ونزيدو عليها التفريشه الاخرى ديال الشعريه وغادي نديرو عليها البيشاميل نعطيك الطريقه ديال البيشاميل لاصوص بيشاميل حنا كنا كنعرفوه ياك اختي وليديت ما عندك شي حاجه وطريقه معينه في لاصوص بيشاميل لا هذيك اللي كانت ذكرت واحد الاخت معاكم شهر ثلاثة كنعقل كنذكرتها هي الطريقة اللي عندي نيت. ديال الحليب كتزيد الحليب بارد ما كديرش الحليب دافي لا؟ عندي أنا واحد الطريقة كندير الزبدة جوج معالق. أييه. والزبدة ثلاثة المعالق كبار. جوج معالق كبار ديال الزبدة وثلاثة المعالق كبار ديال الطحين. مع كاس الحليب. ملي كتذوب ديك الزبدة كنزيد عليها المعالق كبار ديال الطحين مع كاس الحليب. وشوية الملح والإبزار غير أنا زايدة عليها شوية الكوزة. الكوزه كتمشي مع صلصه البيشاميل تقريبا كلشي كيدير الكوزه اييه كنحكها وكان ملي كتبرد البيشاميل كنزيد عليها ثلاثه الفرماجات مكلسين اييه 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 مزيانه كنخدموه مزيان ومن بعد ما كنبغيو ندخلوا الكراتان ديالنا الفران كنكبوا عليه ذاك البيشاميل وندخلوها للفران ما كديريش الفرماج من الفوق حتى هو لانه غير باش هذه طريقه زوينه من عندك الاخت جيان نعم لان لي كراتان كاملين كيمشيو بالفرماج تقريبا راني قلت لك غادي نزيدوا عليها الفرماجات مكلتين واخا تبارك الله عليك وداد وعلى هاد الكراتان بالشعريه